تعرض 23 تلميذاً وتلميذة لإصابات متفاوتة صباح اليوم الخميس جراء انقلاب حافلة مدرسية في ضواحي مدينة أسفي. وقع الحادث وفق مصادر محلية بجماعة إسحيم التابعة لإقليم أسفي، حيث فقد السائق السيطرة على الحافلة مما أدى إلى انقلابها، وتم نقل المصابين بمن فيهم السائق إلى المستشفى الإقليمي في أسفي لتلقي العلاج. وفقاً لمصادر محلية، كانت السيارة تحمل مجموعة من التلاميذ يبلغ عددهم 44 تلميذاً تفوق الحمولة الاستيعابية العادية لسيارة النقل المدرسي عندما انقلبت في ظروف لم تتضح بعد، فيما باشرت السلطات تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث.